السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية. مع تزاحم الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية على ليبيا، يستمر مجرم الحرب خليفة حفتر في استهداف المدنيين والمنشآت وكل ما من شأنه التضييق على سكان العاصمة. في هذا الوقت يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وصول الدعم الذي تدافع به الحكومة المعترف بها دوليا عن نفسها، بينما يغض الطرف عن الدعم العسكري عبر جسر جوي من الإمارات والأردن ومصر لمجرم الحرب حفتر. فلماذا؟ ومن ناحية أخرى، لماذا يراوح أداء الحكومة بين الارتباك والضعف في مواجهة تحديات عدة وترفض اتخاذ مواقف وخطوات واضحة؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. وسط الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة الليبية وحالة الهلع التي يعيشها المواطن جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تواصل ميليشيات مجرم الحرب حفتر المحبطة من فشلها في دخول العاصمة تكثيف قصفها العشوائي للمناطق السكنية في عمق المدينة ومنشآتها وأحيائها السكنية، غير مبالية بما يهدد المدينة وليبيا كافة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يقف العالم عاجزاً أمامه. كل هذه الجرائم دفعت قوات الجيش الليبي المدافعة عن العاصمة إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة سيطرت خلالها على مواقع جديدة وأوقعت خسائر في صفوف ميليشيات حفتر في محاور مختلفة من قاعدة الوطية غرباً إلى حدود سرت شرقاً، بتكتيك أربك ميليشيات حفتر وأجبر داعميه وعلى رأسهم الإمارات لإرسال دعم سريع إلى قاعدتها العسكرية في قرية المرج والتي تعرف بقاعدة الخادم في محاولة لتدارك الموقف عسكريا. ومع تكرار الانتهاكات التي يقوم بها مجرم الحرب حفتر والتي عجزت أمامها بيانات الإدانة الورقية من طرف البعثة الأممية، تحاول السفارة الأمريكية عبر سفيرها تقديم مبادرة تلوح فيها بمخاطر وباء فيروس كورونا، محذرة بأن الأوضاع الحالية وتصاعد وتيرة الاشتباكات تزيد من حجم الكارثة في حال دخلت ليبيا في مواجهة مع هذا الفيروس. كما ترى السفارة بأن الحل يتمثل في تعليق مجرم الحرب هجومه على العاصمة وإفساح المجال للمؤسسات الصحية للتوحد وصنع حالة طوارئ عامة لاحتواء تفشي هذا الوباء والتغلب عليه حسب وصفها، دون أن تضع خطة أو حدا لوباء يفتك بأرواح الليبيين منذ أكثر من 4 أعوام. كورونا والكرامة داءان أجبر الليبيون على مواجهتهما، وإن كان الحجر المنزلي يقي من الأول فلا أمان ولا طرق وقاية تعرف لداء الكرامة حتى اليوم سوى الحسم العسكري ونسف أحلام مجرم حرب بالسلطة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن نرحب في هذه التغطية بضيوفنا، كل من السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي معنا من استديوهاتنا في مصراتة، وكذلك معنا عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي. ولعلي أبدأ مع الأستاذ صلاح البكوش. أستاذ صلاح، لو بدأنا برسالة الرسالة المفتوحة التي وجهها ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، كيف تفهم يعني هذه الرسالة وأهم ما جاء فيها؟ أعتقد أن الرسالة تعبر عن نية حسنة من قبل السفير الأمريكي لكي يرى وقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للسلطات الصحية للتعامل مع هذه الجائحة التي تهدد الصحة العامة في ليبيا. أيضا أعتقد أن فيها إشارة مهمة، ولأول مرة نرى أن السفير الأمريكي والقائم العام الأمريكي يقول بأن وقف إطلاق النار في ليبيا يبدأ بقبول حفتر بوقف عملياته هجومه على طرابلس، وبذلك نرى أنه لأول مرة ربما هذا هو أوضح
أصبع اتهام يوجه إلى حفتر بأنه هو الذي بدأ هذه الحرب وهو الذي يجب أن يتوقف عن هذه الحرب. لكن في المقابل أستاذ صلاح البكوش، يعني هناك من يفسر هذه الرسالة بأنها محاولة لإيقاف تقدمات قوات حكومة الوفاق عن التقدم، يعني في مقابل تأخر وتراجع ميليشيات حفتر. لا أدري على أي أساس الذين يقولون هذا يعتمدون. يعني الرجل قال بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف، والجميع أعتقد أنه يقول ذلك، وقال بأن الحرب يجب أن تتوقف بأن يقوم حفتر نفسه بإيقاف هجومه على طرابلس. الذين يريدون أن يقرأوا أسوأ الأمور في هذه الأشياء سوف لن يمنعهم أحد ولن يصدهم أحد عن ذلك، ولذلك يجب أن نقرأها في سياقها الصحيح. نعم. طيب، إذا تحولت إلى الأستاذ مروان الدرقاش، إذن هذه رسالة بحسب سيد صلاح البكوش تسفر عن نية حسنة ربما من السفير الأمريكي تجاه الليبيين، وفيها ربما اتهام واضح لمجرم الحرب حفتر، لكن في المقابل هو يطالب حفتر ليس بإنهاء عدوانه على العاصمة طرابلس وليس بإيقاف هذا الهجوم، إنما بتعليقه. يعني هذا الوصف، يعني تعليق الهجوم، ما الذي تفهمه منه؟ نعم، بالتأكيد المجتمع الدولي والقوى العظمى في خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة صراحة في رعاية وقف إطلاق النار في ليبيا. يعني بعد مرور عام الآن على هجمات خليفة حفتر وعدوان خليفة حفتر، لا زالت القوة الدولية ترفض أن تسمي هذا الاعتداء التسمية الصحيحة. يعني لا زال يسمونها حرب أهلية، لا زال يقولون أطراف الأزمة أو أطراف القتال على الأطراف على الطرفي القتال أن يوقفوا إطلاق وقف إطلاق النار. لم يسموا هذا القتال بمسماه الحقيقي، وأنه اعتداء من طرف خليفة حفتر على الآمنين في العاصمة الليبية، وأنه يخالف كل قرارات مجلس الأمن التي كانت تهدد وتنذر كل من يهدد سلامة المدنيين في ليبيا بالعقوبات الدولية. إذن هذا البيان لا يختلف عن سابقيه من بيانات، ولا يختلف حتى عن قرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي طالب أيضا بوقف إطلاق النار وألقاه ورقة في وجه حفتر ولم يتابع هذا القرار ولم ينفذ هذا القرار. ككل قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا التي وضعت فقط لتنفذ على الضعفاء وعلى من لا يرتضيه من وجه الدولي. يعني إذا جئنا بقائمة بسيطة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا التي صدرت بخصوص ليبيا وشاهدنا انتهاكات خليفة حفتر لهذه القرارات، لوجدنا أن كل قرار من قرارات مجلس الأمن الآن ينتهكه خليفة حفتر، ومع ذلك لم نشاهد أي متابعة، لم نشاهد أي إدانة، لم نشاهد أي عقوبات دولية خليفة حفتر، رغم أن هذه العقوبات فرضت في السابق على شخصيات ليبية، يعني ربما اخترقت قرار أو قرارين. أيضا إذا تحدثنا عن حظر السلاح، إذا يعني 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات خليفة حفتر وهو يورد السلاح من كل بقاع الأرض، لم نشاهد نية حقيقية لتطبيق قرارات مجلس الأمن بفرض حظر على توريد السلاح إلى ليبيا. بمجرد ما حكومة الوفاق حصلت حليف وتحصلت على دعم عسكري من تركيا انقلب العالم رأسا عن عقب، وشاهدنا الأوروبيون يريدون تحويل عملية صوفيا الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى عملية لمكافحة حظر السلاح أو توريد السلاح، ولولا أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم كورونا لربما استطاعوا تطبيق لكن هذا مروان الحظر. نعم. لكن أستاذ مروان، ألا ترى في هذه الرسالة أي نقطة يعني إيجابية تختلف عن ما كان يحصل سابقا من إدانات وبيانات، عندما يقول السفير الأمريكي أن بداية وقف إطلاق النار تبدأ من إيقاف مجرم الحرب حفتر لعملياته العسكرية ولعدوانه ولهجماته على العاصمة طرابلس؟ ألا ترى أن هذا ربما بداية تحول في قراءة الأمريكية وتعاطيها مع الصراع الليبي؟ هم أول حاجة ما قالوش في البيان مجرم حرب حفتر، وإنما قالوا الجيش الوطني الليبي.
ولا زال يستعملون في هذا المصطلح الجيش الوطني الليبي، وكأنهم يعترفون بحفتر كجيش ليبي أو جيش كمؤسسة للجيش الوطني الليبي، وهذا في حد ذاته يعني مطعم في البيان. البيان أراه لا يختلف عن سابقيه موقف باهت جدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من هجمة كبيرة لفيروس كورونا، وليست الآن في باب الاهتمام بقضايا خارجية، وأنها انصب الآن اهتمامها على القضايا الداخلية. أعتقد بأن ما حدث أو البيان الذي صدر هو مجرد لعمل روتيني، عمل روتيني للسفارة الأمريكية في ليبيا. لا شك أن السفارة الأمريكية في ليبيا والسفير الأمريكي في ليبيا لديه مهام، من المهام إصدار بيانات بخصوص الوقائع التي تحدث في ليبيا، فاحتضر هذا البيان من باب يعني المهام. يعني لا يتعدى كونه الحبر على ورق. طيب في هذه الأثناء وهنا أجدد الترحيب بالعقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف. في هذه الأثناء عقيد عادل، يعني تستمر العمليات العسكرية التي تقودها قوات حكومة الوفاق، وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد جنونو يعني عن مقتل آمر الغرفة في منطقة الوشكة، غرفة عمليات حفتر سالم درياج ومعاونه القذافي أصداعي ومجموعة كبيرة ربما من أمراء الميليشيات حفتر وقادته يسقطون قتلى. كيف تتابع يعني العمليات التي تحصل وتجري حتى الآن في المنطقة الشرقية جنوب أو غرب سرت عفوا وكذلك جنوب العاصمة طرابلس؟ تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن وكذلك لضيوفك مشاهدين قناتكم. انتقل المعارك من أو وضعية الجيش الليبي من قوة من والقوة المساندة من حالة الدفاع الإيجابي إلى الهجوم كان له أثر كبير جدا حقيقة، مع توسيع طبعا خط المواجهة بدءا من قاعدة المطية غربا مرورا بطبعا محاور الواقع جنوب طرابلس وصولا إلى منطقة وسط الوشكة وبوغرين. حقيقة استطاعت قوة الجيش يعني انتقال العمليات العسكرية نقلات نوعية كبيرة جدا، أحدثت ترتب عليها حدود خسائر في صفوف ميليشيات الكرامة سواء كان على صعيد الأفراد أو صعيد الآليات العسكرية. طبعا استهداف غرفة العمليات الوشكة كان له أثر كبير طبعا على القيادة والسيطرة على هذه الميليشيات، أحدثت فجوة ما بين عناصر الميليشيات سواء كان المرتزقة الأفارقة أو حتى المرتزقة من دول عربية المتمركزين في المنطقة الوسطى، كذلك في المنطقة الداخلة العاصمة طرابلس. حصلت يعني حسب المعلومات يعني تتحدث عن يعني نقول تخبط كبير، لم يعد القيادات التي يعني هي مسؤولة مباشرة عن تحريك هذه العناصر وبالخص العناصر الأفارقة اللي هو علي سيدا بعد تم قتل هذا المجرم، أصبح هنالك عدم سيطرة وتخبط في صفوف الميليشيات، حتى إن مجموعة منهم من هؤلاء الأفارقة بقيادة بعض الميليشيات المجموعات المحلية من المنطقة الشرقية حاولت أن تقودهم في أحد المحاور الواقعة في جنوب طرابلس، وطبعا عدم درايتهم بالأزقة وبالممرات وقعوا يعني في يد وقبض قوات الجيش الليبي والقوى المساندة. نقول طبعا الهجوم المكثف الذي قاده الجيش الليبي والقوى المساندة سواء كان بالسلاح الجوي الليبي الذي له دور كبير جدا في هذه العمليات، كذلك المدفعية البعيدة وكان على أثرها طبعا استهداف تمركزات وأيضا مواقع الذخيرة، أحدثت نقول يعني تدعم في صفوف الميليشيات ترتب عليه انسحاب غير منظم كما هي عادتهم حقيقة، فيترتب عليه أيضا سقوط خسائر من ضمنها المجموعة التي أشرت إليها من المرتزق الأفارقة بقيادة ميليشيات محلية من المنطقة الشرقية والذين وقعوا في قبضة قوات الجيش وقوة المساندة. عموما العمليات تسير بخطة جيدة، وأيضا التكتيك المتبع الآن يحقق الاستراتيجية الهامة وهي للسيطرة على أربع بؤر هامة وإن كانت وطية ترهونة التي أصبحت مكان حقيقة للمرتزقة وكذلك لوباء كورونا الذي تحمله هذه العناصر من المرتزقة سواء كانوا روس أو الأفارقة أو حتى الجنسيات العربية كسوريين التابعين لطائفة الدروز.
والذي طبعا تم القبض على مجموعه منهم واعترفوا يعني بالدليل المادي عن المبالغ التي يتحصلون عليها ما يقابل 5000 دولار من اجل القتال في صفوف ميليشيات الكرامه. عموما بالنسبه للعمليات العسكريه تسير بوتيره سريعه جدا او تكتيك سريع كي يحقق الاستراتيجيه التي اشرنا اليها. هناك تشوش. نعم سيد العقيد عادل عبد الكافي أعتذر منك، يعني هناك تشوش في الصوت لعلنا نحاول إصلاحه، إلى ذلك الحين أتحول إلى ضيفي عبر سكايب الأستاذ صلاح البكوش. سيد صلاح، يعني على ذكر ما قاله ضيفي مروان الدرقاش أننا لم نشاهد أي عقوبات لحفتر رغم كل البيانات ورغم كل الجرائم التي اقترفها، هناك صحيفة داهل تقول بأن جائحة كورونا ربما توفر سببا إضافيا لوضع مجرم الحرب في القائمة السوداء، لأنه لا يكترث بالمناشدات العالمية ولا بصحة الشعب الليبي. كيف تعلق على ما ورد في مقال هذه الصحيفة؟ أعتقد أولا دعنا نربطه بما قاله السيد رقاش نعم المجتمع الدولي عجز عن التنديد بحفتر، والمجتمع الدولي ليست لديه الإرادة على الأقل حتى الآن لإيقاف حفتر، ولكن القول بأن ما كتبه السفير الأمريكي هو عبارة عن حبر على ورق وما إلى ذلك وليس فيه أي تحول هذا غير دقيق، لأن العمل الدبلوماسي ليس فيه طفرات. يعني إذا أردنا أن لا نسمع أي شيء من الأمريكان أو الإنجليز أو الفرنسيس أو الألمان إلى أن يقرروا بأن يسموا حفتر مجرم حرب وأن ما يسميه جيش هو ميليشيات وإنزال عقوبات به، فهذا غير دقيق وغير واقعي على الإطلاق. ثانياً أعتقد أن القول بأن هذه الرسالة وما على شكلتها هي مجرد محاولة لوقف قوات من عملياتها، ليس هناك في العالم الآن من يقول بأن على قوات الوفاق أن توقف عملياتها. سقطت ورقة التوت عن كل ما يقوم به حفتر وعن كل ما يدفع به من أنه يحارب الإرهاب وما إلى ذلك، وعلى هذا الأساس أعتقد أن الجميع يعرف الآن ما الذي يحدث وما الذي يقوم به حفتر وداعميه، ولكنهم لم يستجمعوا الإرادة السياسية بعد للتعامل معه بطريقة مختلفة عن ما تعاملوا بها مع السابق. وأعتقد أننا يجب أن نكون أيضا واقعيين ونقول بأن وزير خارجية الوفاق هو الذي وقف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الجزائر وقال أن المشير خليفة بلقاسم حفتر هو القائد العام للجيش ولا غبار على ذلك. يعني خلينا نكون واضحين، كما أن حكومة الوفاق سيد رئيس مجلس الوفاق والسيد رئيس مجلس الدولة الذين يصرخون ويقولون بأن حفتر مجرم الآن وما إلى ذلك هم من شاركوا في إعطاء حفتر هذا الغطاء السياسي بقبولهم بالاجتماع به في باريس وفي باليرمو. يعني يجب أن نكون واضحين، فيجب أن نقرأ رسالة السفير الأمريكي في هذا الضوء. نعم سيد صلاح، لكن يعني بحسب ما جاء في موقع الدهل، يعني هل يمكن أن تكون يعني فعلا جائحة كورونا توفر سبب إضافي من أجل وضع حفتر في القائمة السوداء لكونه لا يكترث له المناشدات العالمية ولا بصحة الشعب الليبي، وبالتالي يمكن أن يتحول موقف المجتمع الدولي تجاهه؟ بالطبع ما كتبه ساشا توبرش في مجلة The Hill هذه مجلة تصدر في واشنطن دي سي وتختص بالكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض أخبارهم وما إلى ذلك، وقال شيئين مهمين هو في الواقع. قال بأن عدم قدرة أن جميع الخبراء العسكريين والجيوسياسيين يقولون بأنه من المستحيل أن يسيطر حفتر على طرابلس، كما قال أيضا بأنه حان الوقت لإيقاع عقوبات على خليفة حفتر للتعامل مع القضية الليبية.
فهذه تحولات أعتقد أننا يجب أن نراقبها، وهي منحنى ليس فيه طفرة في صعوده وتغيره، ولكنه يتغير ببطء. أعتقد أن العالم أصبح يقول ذلك، الموقف الألماني يميل إلى ذلك، الموقف البريطاني يميل إلى ذلك، الموقف الأمريكي الآن بدأ يميل إلى ذلك. وعلى هذا الأساس أعتقد أننا من الناحية الدبلوماسية على الأقل يجب أن نتحسس بتفاؤل مثل هذا التغير، ولكن في النهاية يجب أن نقول بأن الآن أصبح الموقف هو موقف عسكري، وأن على حكومة الوفاق أن ترمي بكل ثقلها بكل ما لديها إلى الجبهات، وأن تعطي الصلاحيات لقادة الجبهات بأمر دائم ومستدام بأن يتعاملوا مع العدو بما يرون هم أنه صالح ومفيد لهذه طيب. الدولة. نعم سيد مروان الدرقاش، يعني كما ذكر ضيفي سيد صلاح البكوش، يعني صحيفة دهل تقول بأنه من غير المتوقع أن يحقق مجرم الحرب حفتر أي هدف حتى مع الدعم القوي من الممولين الرئيسيين، وتقول إنه فشل في تحقيق جدول زمني لأهدافه، وكما فشل المرتزقة من السودان ومصر وتشاد وروسيا في دخول طرابلس. ألا تعتبر هذا أيضا يعني مؤشر لبداية ربما تحول في قراءة المجتمع الدولي للصراع الليبي؟ الحقيقة الإعلام الأمريكي منقسم على نفسه، أو شاهدنا في السابق يعني في الأيام الماضية وحتى قبل الهجوم على طرابلس كثير من وسائل الإعلام الأمريكية تهاجم خليفة حفتر أو تفضح خليفة حفتر وتفضح علاقات خليفة حفتر بالدول الأوروبية وببعض يعني القوى السياسية في أمريكا، وتفضح أيضا، لا ننسى أيضا أن الصحافة الأمريكية هي من فضحت وجود مرتزقة فاغنر مع خليفة حفتر، وصدر قرار تقرير من نيوز ويك يعني يتكلم عن أعداد حقيقية لهذه المرتزقة. ولكن هل يعول بالفعل على الإعلام الأمريكي لتغيير وجهة النظر الساسة الأمريكيين أو لا؟ هذا الأمر لا يمكن الجزم به، خاصة في قضايا ليست لها أهمية كبرى أو ليست ذات أهمية في سلم الأولويات لدى الأمريكيين. الأمريكيون اليوم يعني هاجسهم الوحيد الآن فيروس كورونا، الذي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم مصابة بهذا الفيروس، وأنها يعني بها أكبر عدد إصابات في العالم. هناك أيضا ملفات أخرى شائكة يهتم بها الأمريكيون، ولا أعتقد أن القضية الليبية تشكل هاجس أو هم للمواطن الأمريكي أو السياسي الأمريكي. في السابق قبل موضوع كورونا كان هناك يعني تجاذبات بين مجلس النواب الأمريكي والرئاسة الأمريكية البيت الأبيض الأمريكي، واستخدمت القضية الليبية في مثل هذه التجاذبات، يعني استطاع الديمقراطيون في مجلس النواب أن يثيروا عدة قضايا ضد خليفة حفتر حتى يحرجوا الإدارة الأمريكية، وبالفعل نجحوا في ذلك في أكثر من اجتماع للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع وغيرها من اللجان الخاصة بالبرلمان الأمريكي. وكما قلت القضية الليبية استعملت في حرب سياسية بين البرلمان وبين الإدارة الأمريكية. لكن في مثل هذا الوقت لا أعتقد بأن القضية الليبية ستشكل هما كبيرا سواء كان الأمريكيين أو حتى الأوروبيين، ونحن قد يكون هذا في صالحنا، يعني لا نتشائم من انشغال العالم بفيروس كورونا عنا. يعني أثبتت الوقائع اليوم بالفعل أن انشغال العالم عن القضية الليبية أفادنا كثيرا، يعني التقدمات التي حدثت والتطور الذي حدث في ميدان المعركة بالتأكيد، لأن العالم تركونا وشأننا، لأن العالم إذا اهتم بنا فإنه سوف يناصر حفتر علينا. هذا أمر مجرب معروف، يتكلمون عن الحل السياسي عندما ينهزم حفتر، عندما تحصل قوات الوفاق على حليف عسكري ودعم عسكري يتكلمون عن الحل السياسي، عندما يتقوى حفتر وتضعف كفة الحكومة يظهرون ظهورهم للحل السياسي
ويتجاهلون كل ما يتعلق بالقضية الليبية. إذن انشغال العالم بهذه القضية، قضية فيروس كورونا، أعتقد بأنه في صالحنا وليس في صالح حفتر، وعلى حكومة الوفاق أن تستغل هذا الظرف استغلال جيد جدا، وأن وبالفعل يعني استغلت هذا الأمر، يعني إعلان عملية عاصفة السلام هو في وقته وله توقيت جيد. على حكومة الوفاق أن فقط تنتبه إلى دعم الجبهات بالذخيرة. اليوم تواصلنا مع كثير من المحاور وقال بأن ما يؤخر ربما الحسم هو النقص في الذخيرة، والذخيرة موجودة على فكرة، ولكن لا توزع بتوزيع بشكل جيد. على قادة العسكريين أن يولوا عملية توزيع الذخائر على المحاور اهتمام أكبر حتى نلمس تقدم واضح في الجبهة هذه الأيام والأيام القادمة إن شاء الله. نعم، على ذكر يعني العمليات العسكرية والتقدمات التي أحرزتها قوات حكومة الوفاق، هنا أتحول إلى ضيفي العقيد عادل عبد الكافي. عقيد عادل، يعني ما هي أهمية المواقع التي كسبتها قوات حكومة الوفاق في تقدمها، وأيضا ما هي أهمية المواقع التي استهدفت فيها تمركزات وقوات مجرم الحرب حفتر؟ بداية نقولها بمنتهى الوضوح، لم يعد هنالك أحد يريد الجلوس مع خليفة حفتر. الأمر قد حسم من خلال اجتماع بعض القيادات العسكرية والميدانية لوضع خطة عسكرية وتنفيذها على الأرض لدحر ميليشيات الكرامة من المنطقة الغربية نهائيا وصولا إلى الجفرة. وتم طبعا جلب رضاء القيادة السياسية على هذه العملية، واستجابت حقيقة القيادة السياسية. أما الحديث عن مجتمع دولي أمريكي، عفوا سيد عادل عبد الكافي، سيادة العقيد عادل عبد الكافي، هنا هذا الكلام بأن هناك قرار اتخذ على مستوى غرفة العمليات العسكرية لقوات حكومة الوفاق بإخراج ميليشيات حفتر إلى منطقة الجفرة، هذه معلومات أم تحليل؟ هذه يعني نقولها بمنتهى الوضوح، هي معلومات. إن العمل على دحر ميليشيات الكرامة حتى يكون هنالك تأمين للعاصمة طرابلس وكف القذائف التي تسقط على الأبرياء وعلى الأطفال والتي أرعبت الجميع من المدنيين. كذلك استمرار تواجد هذه الميليشيات وخطوط الدعم لا زالت تصل، وخاصة الجسر الجوي الرابط ما بين الإمارات وبين إريتريا، واستخدام أحد القواعد العسكرية في إريتريا ووصول المرتزقة السوريين إلى كنينة. يعني هذا بالعربي فهم لدى جميع القيادات في ظل استراتيجية الدفاع الإيجابي التي كانت تعمل عليها قوات الجيش والقوة المساندة على مدار 12 شهر، أن الوضع سيدخل إلى منزلق خطير جدا. ربما سيكون نفس المشهد الذي حدث في بنغازي ودرنا. ظلت المجموعات المتواجدة في مدينة بنغازي في حالة دفاع ولكن طبعا نقول الموقع الجغرافي لمدينة بنغازي يختلف كليا عن المنطقة الغربية. المنطقة الغربية جميع القواعد موجودة، القواعد العسكرية، قواعد الدعم اللوجستي، كذلك السلاح الجوي، كذلك منظومة الدفاع الجوي، كذلك طبعا أهمها وأبرزها حقيقة الاتفاقية الأمنية اللي أبرمتها دولة ليبيا مع دولة تركيا، وكان على أثرها جلب مجموعة من منظومات التشويش، الدفاع الجوي، كذلك بعض المعدات العسكرية التي الآن يعني تم تجهيز قوات الجيش الليبي والقوة المساندة بهذه المعدات، حتى يعني نراها أحدثت فارق على سير المعركة الآن. طبعا كان هنالك تجهيزات المدة الماضية، والآن بدأت العمليات العسكرية فعلا لدحر ميليشيات الكرامة في المنطقة الغربية حتى يتم تأمينها بالكامل وصولا إلى الجفرة. عندما نتحدث نقول سيطرة، لا يعني على سبيل المثال أن نقول قاعدة الوطية أن تتمركز بها قوات برية، ولكن يتم استهدافها على مدار اليوم من خلال السلاح الجوي الليبي حتى يتم تحييدها نهائيا وشل حركتها نهائيا، ولا يتاح فرصة لميليشيات الكرامة والمرتزقة بأن تتمركز بها. وهذا يعتبر نوع من أنواع السيطرة على هذه القاعدة،
وأنك فرضت عدم تواجد هذه الميليشيات كذلك حيدت هذه القاعدة نهائيا. أما هنالك مواقع لابد أن تدخلها وتقتحمها قوات الجيش الليبي كبؤر الترهونة التي تتمركز بها المرتزقة الأفارقة وكذلك الروس والسوريين والذين حقيقة جزء منهم يحمل وباء كورونا الذي يتكاتف العالم من أجل مكافحته، ولكن خليفة حفتر كما عاهدناه دائما ما يستثمر كل الأزمات وكل الآفات وكل قمامات العالم من أجل أن يهلك ليبيا ويهلك الشعب الليبي. عموما العمليات العسكرية وضعت النقاط على الحروف بخصوص دعم دحر ميليشيات الكرامة على صعيد المنطقة الغربية. التطورات طبعا باستهداف التي يتبعها جميع الآن النقطة هذه هامة جدا، التطورات الأخيرة بخصوص استهداف بعض المواقع الهامة التي بها قيادات هذه لم تأتي من فراغ، هذا أتى من خلال بعض المعدات الحديثة التي استطاعت تحديد بعض المواقع واستهدافها مباشرة للقضاء على رؤوس هذه القيادات الإجرامية الإرهابية حتى تحدث فراغ في الهرم لدى هذه الميليشيات الإجرامية والمرتزقة لكي تستطيع أن تتقدم على الأرض وتكتسب رقعة جغرافية تؤدي بك إلى أن تصل إلى النقاط الاستراتيجية الهامة جفرة سر ترهونة كذلك الوطية. العمل الآن الحمد لله هو يعني نقول عمل جيد من الناحية العسكرية، وهو ما سيفرض على المجتمع الدولي أن يعترف بهذه الحكومة وبهذه القوة على الأرض أن هي التي تمثل الجيش الليبي وأن هذه القوة التي تمثل ليبيا وكذلك القيادة السياسية التي هي خلف هذه القوة العسكرية كذلك عفوا. نعم سيد العقيد اسمح لي أن أسألك يعني هذا نعم الحكومة سيد عادل عبد الكافي ماشي نعم سيد عبد الرحمن بالنسبة للحكومة أخذت فرصتها نعم يعني أريد أن أسألك يعني هذه العمليات العسكرية التي انطلقت منذ الثلاثاء الماضي ربما أو فجر الأربعاء إلى الآن ما الذي حققته من أهداف؟ يعني كانت هناك قذائف تسقط على مدينة طرابلس وعلى الأحياء السكنية وتؤدي إلى مقتل المدنيين، هل نجحت يعني هذه العمليات حتى الآن على الأقل في منع هذه القذائف العشوائية التي تسقط على الأحياء السكنية؟ نجحت بجزء كبير جدا، ولكن لازالت تحتاج إلى استمرارية في عدم توقف هذه العمليات العسكرية وصولا إلى ترهونة، لأن نقطة انطلاق هذه الميليشيات كذلك ترسانة الأسلحة التي ظل خليفة حفتر يحفر لها في الحفر في المنطقة الغربية ويدفن فيها عشان يمون عمليات العسكرية. خليفة حفتر كان يشتغل من مدة والمعلومات كانت موجودة وكنا نعاطوا فيها وكانوا والكثيرين حقيقة يعلموا بهذه المعلومات على حجم ترسانة الأسلحة اللي كان يبعث فيها خليفة حفتر حتى يطيل أمد المعركة، لأنه هو بعد ما خسر المرحلة الأولى اللي هي اقتحام العاصمة انتقل لبلانتو أو يعني الخطة البديلة وهي إطالة أمد المعركة، وهذا نفس النهج الذي اتبع في بنغازي وكذلك في درنة. استخدم جميع يعني جميع مستويات العملية العسكرية. عموما أنا في جزئية خاصة بالحكومة، الحكومة أنا قلت من شوية أن هي خذت فرصتها لمدة عام كامل في مسارات سياسية، مسارات 5+5، مسارات اقتصادية، ولم تأتي بنتائج أو حلول. كذلك أبوظبي، فرنسا، باليرمو، وجنيف وموسكو مش عارف وين وما جتش. حاليا سيركع خليفة وبالتالي بعد أن يتم هزيمته عسكريا. لذلك هم قالوها سابقا مجموعة حفتر وخاصة الناعق بتاع المسماري قال الحل في ليبيا عسكري. فعلا احنا أكدنا على هذا الأمر أن الحل مع خليفة حفتر الذي أتى على الدبابة وأتى بالراجمة وأتى بالمدفعية إلى المنطقة الغربية وإلى بنغازي وإلى درنة لن يخرج من ليبيا إلا بالحل العسكري، فلذلك هزيمة حفتر عسكريا هي التي ستقضي عليه. كذلك نقول حاجة، الناس اللي هي قاعدة خلف الكيبورد وقاعدة يعني مش عارف شو نقول، حط كراع على كراع ويشرب لي في المكياطة ويتكلم لي على مصر خشت تركيا عفوا الإمارات خشة مش عارف من خش، ما اللي دخلهم إلا الخونة اللي عندنا. لولا خونة الداخل ما كانت تشرع علينا تعاليك الخارج.
لذلك الناس هذه تريح روحها يا تقرا تفهم كويس. ابقى معي رجاء عقيد عادل. عقيد عادل عبد الكافي ساعود اليك دعني اتحول الى ضيفي السيد صلاح البكوش. سيد صلاح البكوش، يعني تحدثت في مداخلتك السابقه عن ان رساله ربما السفير الامريكي يعني ربما يبدو فيها رساله حسن نيه تجاه الشعب الليبي، وانها قد تكون يعني بدايه تحول في التعاطي الامريكي وكذلك المجتمع الدولي مع الصراع الليبي وأطرافه، خاصة على ضوء ما ورد في صحيفة دهل. لكن في المقابل هناك قرار يعني من قبل دول الاتحاد الأوروبي على البدء في عملية بحرية جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. كيف تنظر إلى هذا القرار؟ هل هو يصب يعني في صالح التحول الإيجابي ضد خليفة حفتر، أم أنه ربما يصب في صالحه هذه المرة؟ أولا دعني أقول لضيفك من مصراتة بخصوص مشاريع القوانين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخصوص ليبيا، لم تكن عبارة عن مماحكة سياسية بين الديمقراطيين وترامب كما يقول ضيفك، لأن هذا ليس دقيق أو ليس صحيح على الإطلاق. أنا من سكان واشنطن على مدى 40 سنة وأزعم بأنني أفهم كيف يشتغل الكونغرس الأمريكي. دعني أوضح، هناك مشروع قرار الآن في مجلس النواب ومشروع قرار آخر في مجلس الشيوخ يسمى قانون الاستقرار في ليبيا، ويضع عقوبات على الاتحاد السوفيتي لدعمه لحفتر وللميليشيات وما إلى ذلك، واغنر وما إلى ذلك. هذين القانونين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في مجلس النواب الذين قدموا مشروع القانون جمهوريين وديمقراطيين، والذين قدموا مشروع القرار في مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين. الذي دائما يعترض على ما يقوم به حفتر وما تقوم به السعودية والإمارات ومصر في ليبيا هو السناتور لينزي جرام المحافظ الجمهوري صديق ترامب. أما القول بأن هذا كله لا يهم والإعلام الأمريكي لا يهم وما يجري في مجلس الشيوخ لا يهم وما يقول هذا لا يهم، هذا أعتقد إن يعكس العقلية العربية التي تقول بأن الرئيس يقرر كل شيء. ليس هكذا يشتغل المجتمع الأمريكي، يشتغل بمجموعات ضغط منها الإعلام ومنها النشطاء السياسيين ومنها منظمات الحقوق المدنية ومنها مجلس الشيوخ ومنها مجلس النواب ومنها الاقتصاديون وأصحاب المال. طيب ما هي حصيلة هذه كل هذه الجهود حتى الآن سيد صلاح البكوش؟ يعني ما الذي تحقق الآن؟ حفتر أعلن انقلابه على الشرعية منذ 2014. يا أستاذ عبد الرحمن تفضل. تفضل. بالله ما تكلمنيش بالطريقة الليبية هذه، لأن ليس هكذا يشتغل المجتمع الأمريكي. أنت تحاول أن تحقق مصالحك عن طريق الطرق الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. أنت شنو يعني تتوقع أن الأمريكان يدزوا قوات ويمسحوا حفتر؟ ولا يعني شنو تبغوا بالضبط؟ هناك بعض القادة تم الزج بهم في قائمة العقوبات، يعني من قوات حكومة الوفاق الآن، بينما حفتر يرتكب جرائم حرب. هذا غير صحيح. هناك صلاح بادي. صلاح بادي، وهذا ما نرد به على داعمي حفتر. صلاح بادي عليه نفس العقوبات التي على عقيلة صالح، وهي عقوبات لا علاقة لها بالإرهاب ولا بأي شيء. تقول العقوبات أن هذه العقوبات أنزلت بصلاح بادي لعرقلته للاتفاق السياسي. وأيهم أكثر عرقلة، حفتر أم عقيلة صالح؟ بس لما نحن نحكي عليه حفتر ونحكي على عمل دبلوماسي، يجب أن نتعامل مع العمل الدبلوماسي في سياق العمل الدبلوماسي وبمفهوم العمل الدبلوماسي. أنت لا تتحدث عن شيء آخر أما أن حدث أو لم يحدث. في العمل الدبلوماسي الأمور بطيئة جدا. يعني لاحظ أنت ما يحدث في القضية الفلسطينية على مدى 75 عام.
طيب أنت ترى أن الأمور صحيح تسير بنحو بطيء لكنه لصالح حكومة الوفاق، هذا القرار الآن أعتقد أن فيه تغير، تغير. طيب هذا التغير كيف يعني تقرأ قرار الاتحاد الأوروبي في البدء في مهمة في هذا السياق؟ نعم، التغير في المجال السياسي تغير بطيء ولكن مرحب به، ويجب ألا نعول عليه كثيرا. هذا كل ما نستطيع أن نقول عليه، لكن مش نرموه كله، ما ينفعش وما يسواش حبر على ورق، وما ما 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 بيش سكر سفاراتك وسكر وزارة الخارجية وروح وخلاص. وهذه هذا كلام يقال على كل حال، أن السفارات لم تؤدي دورها، وأن إغلاقها أفضل من بقائها. نعم، خلينا منها. طيب تفضل. قصة الاتحاد الأوروبي وحذرت منها أنا عدة مرات قبل أن يصدر القرار الآن، وهي أن هذه البعثة مصممة لوقف إمدادات السلاح والذخائر لحكومة الوفاق، لأن معظم السلاح الذي يأتي لحفتر يأتي عن طريق الأجواء الإقليمية لمصر والإمارات وإسرائيل والسعودية، ويتسرب عبر الحدود البرية وعبر المياه الإقليمية، لأن هذه العملية تبدأ من 60 كيلومتر خارج الشواطئ الليبية، وتستطيع أن ترسل بواخر وجرافات من الإسكندرية إلى طبرق قوات حفتر، فلهذا هي غير متوازنة، مع أنهم أضافوا الآن بالإضافة إلى القوات البحرية أضافوا مراقبة بالسلاح الجوي ومراقبة بالأقمار الصناعية. أعتقد أن تركيا بما أن الذين يقومون بهذه المراقبة هم حلفائها في الناتو، فأعتقد أن يجب أن على حكومة الوفاق أن تتعاون مع تركيا بوصفها حليفة لهذه القوات في حلف الناتو، لكي تتحقق من أن هذه العملية الجديدة للاتحاد الأوروبي لا تضر بمصالح حكومة الوفاق ولا تضر بالعملية العسكرية القائمة الآن التي يجب أن تستمر. طيب سيد مروان الدرقاش. نعم معي. نعم، قراءتك لهذا القرار الأوروبي، قرار الاتحاد الأوروبي بالبدء بعملية العملية إيريني. نعم، العملية إيريني من أجل مراقبة حظر الأسلحة، كيف تنظر إليها؟ نعم، لا شك أنها محاولة للحد من التفوق العسكري الذي باتت حكومة الوفاق الآن تحققه مع التعاون العسكري بين تركيا وبين حكومة الوفاق، والذي رأينا يعني بوادره على الأرض ورأينا نتائجه في الأيام الماضية. الآن الأجواء تسيطر عليها سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق، ويتم اقتناص ودك غرف العمليات واستهداف قيادات لميليشيات حفتر، وهذا بالحق ما هو يؤرق في الحقيقة الأوروبيون، ويسعون من خلال هذا الحظر إلى يعني محاولة محاصرة حكومة الوفاق لعدم حتى لا تستفيد من الدعم العسكري التركي. ولكن أريد فقط سيد عبد الرحمن أن أعرج عن بعض الأمور التي ذكرها ضيفك على سكايب، يعني باختصار لأن لم يتبقى لدي كثير من الوقت. نعم، دائما الأستاذ صلاح يحاول الاستهانة بأفكار الغير وحاول يعني تقزيم ما يقدمه الآخر. هذا يعني أنا شخصيا شاهدته على الأستاذ صلاح. يعلق على الموضوع. يعلق على الموضوع. نعم، عندنا هو يعلق على 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 ما. يعلق على أن نستهين بآراء الغير. قلت رأي. رأي عليه برأي. نعم، يعني الأستاذ صلاح البكوش يعترض على وصفك له بأنه يستهين بآراء الغير. أرجو أن لا ندخل في هذا السجال، يعني أريد بس فقط تعقيب وجهة نظرك أنت بس في الموضوع. طيب طيب طيب، بالنسبة للعقوبات التي فرضت على صلاح بادي، فرضت على صلاح بادي بعد يعني أحداث شهر أكتوبر 2018 التي حاول خلالها أو شارك فيها صلاح باضي في الهجوم على العاصمة، وفرضت على صلاح باضي تحت بند
مهاجمة أو تهديد الاستقرار والأمن، ولا وليست شبيهة بالتي فرضت على عقيلة صالح. ربما التي فرضت على عقيلة صالح شبيهة بما فرض على نوري بوسهمين وعلى خليفة الغويل، وهي عرقلة الاتفاق. وفي هذا الباب بالذات يعني عرقلة الاتفاق السياسي، لا توجد شخصية ليبية عرقلت الاتفاق السياسي مثل ما فعل خليفة حفتر، وما ذلك لم يوضع اسمه في العقوبات. ولا توجد شخصية ليبية هددت الأمن والاستقرار ونشرت الفوضى في ليبيا كخليفة حفتر، ولا توجد شخصية ليبية اقترفت من الدماء، سفكت الدماء مثل خليفة حفتر، ومع ذلك لا زال حتى هذه اللحظة لم نسمع لا صوت أمريكي ولا أوروبي يطالب بوضع خليفة حفتر تحت العقوبات الدولية. هذا الأمر إن لم يقودنا إلى أن نفهم بأنهم في جانبه ليس في جانبنا، فنحن والحجارة سواء لا نفكر. أما أن نقول بأن الأمريكان تغير رأيهم وأنهم الآن أصبحوا ينظروا هناك أصوات من بعض السياسيين الأمريكيين وفي الصحافة الأمريكية ربما يعني تدين مجرم الحرب حفتر، والأستاذ صلاح البكوش يرى أن هذا ربما يأتي كتغير بطيء في الدبلوماسية الأمريكية، وهذا أمر طبيعي بحسب رأيه. للأسف انتهى وقت هذه التغطية، أشكرك جزيل الشكر أستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة، وكذلك أشكر السيد صلاح البكوش كذلك المحلل السياسي كان معنا عبر سكاي من اسطنبول، وأشكر أيضا العقيد عادل عبد الكافي على تواجده معنا عبر الهاتف، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم مجددا، دمتم في أمان الله وحفظه. Allah 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 Allah